إخوتي وأخواتي الأحباء في جنوب أفريقيا، نيابة عن أبناء شعبنا الفلسطيني، يسعدني أن أتقدم لكم بتحيات رفاقية حارة، وأشكركم جزيلاً على دعمكم وتضامنكم الذي عبرتم وما زلتم تعبرون عنه بجانب نضال شعبنا العادل. نشكركم من أعماق قلوبنا، ونشكر الكساتو وجميع النقابات والطبقة العاملة الجنوب أفريقية. إن تضامنكم الحقيقي يمنحنا القوة والشجاعة والصبر في مواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد الإمبريالية ومن أجل وطن حر مستقل وعاصمته القدس. إخوتي ورفاقي الأعزاء، إن نضال شعبنا البطولي يحظى بدعم اتحاد النقابات العالمي المعنوي والمادي منذ تأسيسه عام 1945 وحتى اليوم، حيث كان دائما وباستمرار بجانب نضالنا بالمواقف والأفعال وليس بالكلام. ويكفي أن نتذكر وفد اتحاد النقابات العالمي في سبتمبر عام 2003 بقيادة أمينه العام الحالي الرفيق جورج مافريكوس، والذي كان آنذاك نائب الرئيس، وكيف تمكن الوفد من الوصول رغم العوائق والدمار إلى مقر الرئاسة في رام الله، واللقاء ومعانقة زعيم ورمز نضال شعبنا المحاصر المرحوم الشهيد ياسر عرفات. من أعماق قلوبنا نشكر جميع أعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمي على هذا التضامن الأممي الثابت والطويل، لأن أبناء شعبنا يعلمون جيداً كيف يميزون بين أصدقائهم الحقيقيين وبين أعدائهم والمتآمرين على قضيتهم. ونعلم جيداً دور وأهداف الاتحاد الدولي للنقابات ITUC، والذي منذ عام 1949 وحتى اليوم يقف بجانب إسرائيل حليفاً لقتلة أبناء شعبنا، ويدعم مواقف الاستدروت التي تظهر نفسها كنقابة عمالية، وهي في الحقيقة منذ تأسيسها أداة وسلاح العنصرية والصهيونية، وتاريخها يشهد على جرائمها بحق شعب وعمال فلسطين. وأكبر دليل على ذلك الأمين العام السابق للاستدروت عمير بيرتز، منذ الأيام الأولى لتوليه مهامه العسكرية كوزير لجيش الاحتلال، بدأ بقتل وقصف أبناء شعبنا المناضل، وفي نهاية شهر يونيو عام 2006 شن على قطاع غزة حرباً واسعة النطاق، وبعدها بثلاثة أسابيع شن حرباً مدمرة على لبنان قتل فيها الآلاف من المدنيين والنساء والأطفال. إن تعيين عمير بيرتز من أمين عام للاستدروت في منصب وزير لجيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر طبيعة ودور هذه المنظمة الصهيونية التي تسيطر وتهيمن وتحتل مواقع قيادية في اتحاد النقابات الدولي ITUC. واليوم يحتضن اتحاد النقابات الدولي ITUC في قيادته الأمين العام لمنظمة الاستدروت عوفر عيني في موقع نائب أول للرئيس وعضو في لجنتي صنع القرارات، لجنة التوجيه واللجنة التنفيذية. ويجب أن لا ننسى تصريحات عوفر عيني بعد عودته من مؤتمر ITUC في فانكوفر في شهر 2010 بأنه فخور لرفض المؤتمر للمقترحات التي تقدم بها اتحاد النقابات الجنوب أفريقية كوساتو من أجل فلسطين. وخلال المذبحة الكبرى التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 26 ديسمبر 2008 ولغاية 18 يناير 2009 على قطاع غزة المحاصر،
أيد اتحاد النقابات الدولي ITUC بصراحة قتلة أبناء شعبنا واكتفى ببساطة بمطالبة إسرائيل بضبط النفس وعدم إظهار العنف المفرط. إن اتحاد النقابات الدولي ITUC أيضا والذي كان يسمى في ذلك الحين الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ICFTU كان في تصريحاته ومواقفه الرسمية بجانب الإمبرياليين في العراق وأفغانستان ولبنان وفي يوغوسلافيا، وهذه المواقف تدل وتظهر أن هذا الاتحاد ليس بمنظمة نقابية وإنما هو آلية وزارات خارجية أمريكا وإنجلترا ودول الاتحاد الأوروبي الرأسمالية. كما أيضا يحاول هذا الاتحاد بالفساد والإغراء المالي الحفاظ تحت مظلته على مجموعة صغيرة من النقابيين الفلسطينيين الذين يسيرون على طريق التعاون والمصالحة والتطبيع مع إسرائيل، والذين لا يعبرون بأي شكل من الأشكال عن نضالات أبناء شعبنا وعمالنا الأبطال. أيها الرفاق الأعزاء في كوساتو، اسمحوا لي أن أوجه لكم نداء رفاقيا صريحا وأن أقول لكم إخوتي الجنوب أفريقيين، إننا في اتحاد النقابات العالمي WFTU بحاجة إليكم، فاحضروا وانضموا إلى عائلتكم الحقيقية مع إخوانكم الطبقيين الفلسطينيين والكوبيين والفيتناميين واليونانيين والبرازيليين والهنديين ومع كل رفاقكم في جميع أنحاء العالم، فكلنا معا نستطيع أن نضع الحواجز في وجه الإمبرياليين والرأسمالية الهمجية. إن منظمتنا النقابية الاتحاد العام لعمال فلسطين، والتي هي المنظمة النقابية التاريخية الوحيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت منذ عام 1945 عضواً مؤسساً في المؤتمر الأول لاتحاد النقابات العالمي، تعانقكم مرة أخرى وتناشدكم أن تصبحوا أصحاب دور ريادي ورئيسي في صفوف اتحاد النقابات العالمي، فإن مثل هذا التطور الإيجابي سوف يمنح اتحاد نقابات الكوساتو قوة ودفعة وهيبة جديدة على المستوى العالمي، وخاصة أن اتحاد النقابات العالمي يضم اليوم في صفوفه 82 مليون من الأعضاء و120 من 120 دولة وخمس قارات. عاشت العائلة النقابية لاتحاد النقابات العالمي WFTU. عاش الكوساتو. تحيا نضالات الطبقة العاملة ويحيا التضامن الأممي، وشكراً.